بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. هنشوف النهاردة درس المثلث. المثلث، تعريف المثلث، هو مضلع يتكون من ثلاثة أضلاع وله ثلاث رؤوس وثلاث زوايا، يعني ليه ثلاث رؤوس اللي هو ألف وب وجيم، وثلاث زوايا برضك، زاوية ألف اللي احنا شايفينها، زاوية ج وزاوية ب، ولا يحتوي على أقطار، لأن أصلا القطر احنا عارفين ان هو بيبقى ايه، لو احنا عاوزين نوصل قطر مثلا ألف وجيم مش هنعرف، لأنه أصلا ألف جيم ده ضلع، ولأن احنا بنوصل رأس من رأسين وبنسيب زاوية فمش هينفع. فهو ده الشكل بيجي مثلا في الاختيارات، ان ايه الشكل اللي مفهوش اقطار او لا يحتوي على اقطار، يبقى هو ايه، بيبقى هو ايه المثلث. ساعات اكمل، ساعات اختار، ساعات صح وغلط. بعد كده هنتكلم على انواع المثلث. انواع المثلث وفقا لاطوال اضلاع او الاطوال الاضلاع، في ثلاث انواع من المثلث عندنا. متساوي الاضلاع اللي هو كل أضلاعه هنا ألف وب، ألف ب وبتساوي ب ج بتساوي ألف ج في الطول، فده بنقول عليه متساوي الأضلاع. متساوي الساقين اللي هو س ص و س ع، في بس اتنين متساويين بس زي س ص بتساوي س ع، فبنقول عليه متساوي الساقين. مختلف الأضلاع بقى اللي هو عامة اللي بيقابلنا واللي بنتكلم عنه غالبا كتير، يعني اللي هو الأضلاع ما بتبقاش متساوية، ان لام مثلا ميم لا تساوي ميم نون ولا تساوي لام نون. في أنواع المثلثات وفقا لقياسات الزوايا اللي فاتت، وفقا لقياسات أطوال الأضلاع اللي هي متساوي الأضلاع، تساوي الساقين، مختلف الأضلاع. طب وفقا بقى للزوايا، بنصنفها يعني للزوايا، بالنسبة للزوايا هو حد الزوايا، قائم الزاوية، زي ما قلنا في مربع هنا صغير فده يبقى قائم الزاوية، والزاوية دي قياسها اللي هي على شكل مربع صغير هنا، دي قياسها 90. ومنفرج الزاوية، حد الزاوية ان هو كل زوايا حادة، هنا حادة وهنا حادة وهنا حادة، يعني الزوايا الحادة هي ايه اللي هي اقل من 90 درجة. هنا قائم الزاوية ان هي اقل واحدة، يعني يحتوي على زاوية واحدة قائمة، وطبعا لازم الاتنين التانيين بيبقوا حدتين. منفرج بقى الزاوية بيبقى فيه واحدة منفرجة، يحتوي على زاوية واحدة منفرجة طبعا، وزاويتين برضك التانيين برضك بيبقوا حدتين. يبقى احنا هنا كلنا عندنا الزوايا هنا كلها في اتنين حدتين بس، يا اما بقى واحدة منهم حادة فبيبقى حد الزاوية، يا اما واحدة منهم قائمة فبيبقى قائم الزاوية، يا اما واحدة منهم منفرجة فبيبقى ايه، منفرج الزاوية. يعني بيقول هنا بتبقى هنا برضك بيجي عليه اسئلة ان المثلث على الاقل بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه على الاقل زاويتين حدتين بس، يا اما بقى والزاويه الثالثه دي حاده فبنقول عليه حد الزاويه، الزاويه الثالثه دي قائمه فبنقول عليه قائم الزاويه، الزاويه الثالثه دي منفرجه بنقول عليه ايه، منفرج الزاويه. مجموع قياسات الزوايا الداخله المثلث طبعا عارفينها انها بتساوي 180، يعني عندنا قياس ألف زائد ب زائد ج بتساوي 180، وده شفناه زي ما هو كاتب في البرهان الاستدلالي، وهنستخدم طبعا البرهان الاستدلالي اللي احنا خدناه عشان نثبت الحكاية دي. عاوز نظرية عندنا واحد اللي احنا خدناه قبل كده، مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث يساوي ايه، 180 درجة. المعطيات عندنا مثلث مثلا ألف ب ج، المطلوب نثبته ان قياس الزوايا دي كلها بتاعت اللي هي الزوايا الداخلة دي كلها بتساوي ايه، 180. العمل بقى اللي احنا هنرسمه، هنرسم س ص بيوازي ألف ب وبيمر بج، س ص بيوازي ألف ب وبيمر بج،
ده اللي احنا هنعمله. وطبعا بيوازيه، خلي بالكم اهم حاجة طبعا. في البرهان بيقول كمان، وبما ان س ج ص زاوية مستقيمة، س ج ص دي زاوية مستقيمة طبعا، مجموعها هتدينا 180 درجة. عارفين احنا الزاوية المستقيمة ان مجموع قياسها بيساوي 180 درجة. وكمان عندنا العمل اللي احنا عملناه ان س ص يوازي ألف ب، فاحنا نستنتج بقى زاويتين بالتبادل. اول الزاوية الاولانية س ج أ بتساوي أ، اللي هي دي س ج أ بتساوي أ، و ص ج أ او ص ج ب بتساوي ب، دي بتساوي دي بالتبادل، ودي برضك بتساوي دي بالتبادل. يبقى احنا عندنا جمع كمان، احنا كنا جمعين طبعا الزوايا دي كلها اللي هو ج أ ب، فبنعوض يعني عن س ج أ دي بألف، وعن ب ج ص ب ب بنعوض عنها في المعادلة الأولانية اللي احنا عملناها دي، زائد قياس ألف جيم ب ألف جيم ب. طيب احنا كده طيب ألف جيم ب برضك ده، ادي الزاوية دي وزاوية ألف اهي، كلهم بيساوي 180 درجة، وهو ده اللي احنا اللي احنا عاوز يثبته. المثال، في مثال عاوز يوجد قيمة الرمز المجهول في كل الأشكال اللي هي مديهالي. السؤال المثال اللي هو الأشكال اللي مديهالي دي عاوز قيمة سين. هنوجد قيمة سين ازاي؟ عندنا هنا المثلث، هنا زي ما احنا ملاحظين هنا دي الأضلاع كلها متساوية، يبقى إذا ده مثلث متساوي الأضلاع. يبقى احنا هنجيب 180 ونقسمها على 3 علشان نجيب قيمة سين. ليه؟ لان دي بتساوي دي بتساوي دي، فكلهم متساويين الاضلاع، يبقى متساويين الزوايا. الشكل الثاني عاوز قيمة سين، ومديني ان ده اله يوازي ب ج، ان ده اله بيوازي ب ج طبعا. وهنا مديني هنا دي 80، ادام هنا في توازي، لما تلاحظوا حرف الزد هنا في زد كده، دي بتوازي دي، وهنا في كده هتبادل، يبقى هنا الزاوية اللي هنا دي جوه بتساوي 80 درجة. وعندنا هنا مديني 30، فاحنا هنطرح 180 ناقص 80 زائد 30، فبنجمع، خلي بالكم بنجمع اللي في القوس الاول والقيمة اللي بتطلع بنطرحها من 180، يبقى اذا السين دي هتطلع ب70. المثال الثاني بيقول يوجد بالبرهان قياس زاوية ألف جيم ب ألف جيم ب بالبرهان. وعندنا المعطيات بقى ان ألف ب جيم ده مثلث، في زاوية ألف بتساوي 65، وساوي زاوية ص ب س ب ص س ب ص بتساوي 60. عاوز يوجد ألف جيم ب ألف جيم ب. هنقول له طبعا ملاحظين ان هنا في س ج تقاطع مع أ ب او أ ص، شعاع أ ص، الشعاعين يعني س ج وشعاع أ ص تقاطعوا في نقطة ب. عندنا هنا نقطة تقاطع، عندنا يبقى هنا عندنا على طول حاجة اسمها تقابل بالرأس على طول. يبقى اذا الزاوية دي 60 مديهالي، يبقى هنا دي الزاوية 60. جبنا زاويتين في المثلث، نقدر نجيب التالتة بكل بساطة ان احنا نطرحها. هنقول بما ان الزوايا بقى ألف وألف ب ج وقياس ألف ج ب ألف ب ج وألف ب ألف ج ب بتساوي 180، عندنا ألف وعندنا ألف ب ج لسه جايبينها ب60، هنجمع ال 65 وال60 الأول، وبعد كده نطرحهم من 180 يطلع لنا 55 درجة. مثال 3 بيقولي في الشكل المقابل ب د يوازي ج أ، ب د بيوازي ج أ، وقياس أ ج ب بتساوي 63، ب د بتساوي ج أ، ب د بتساوي ج أ،
د ب أ د ب أ بتساوي 42، و أ ج ب بتساوي 63. اوجد بالبرهان أ المثلث قياس أ ب ج، أ ب ج عاوز الزاوية دي، عاوز بالبرهان. طبعا ده عندنا توازي، التوازي عندنا تبادل، يبقى الزاوية دي على طول ب42. خلاص كده 42 هو عاوز أ ب أ ب ج، هنروح جمعين 42 زائد 63 وتروحوا من 180. هو ده الحل، دي نفس ايه الاستراتيجية بتاعت حل الحل بتاعنا. وهنشوف الحل ان شاء الله في الفيديو الجاي. وهنكمل طبعا المثلث سهل وبسيط، بس في كلام كده كتير كده شوية هنتكلمه مع بعض. وان شاء الله ندخل كمان على الدرسين الباقيين في الهندسة لشهر 4. شكرا، سلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. احنا كنا توقفنا على مثال كان بيعاوز يوجد مع البرهان. يعني ايه مع البرهان؟ يعني في معطيات وفي مطلوب، وعاوز يوجد بالبرهان اللي هي البرهان اللي احنا اخدناه في الدرس الاولاني. هو كان بديني الاتنين دول متوازيين، اثبتنا بالتوازي ان هنا في حرف زد اهو، وان الزاوية دي بتساوي 42 وهي دي برضه بتساوي 42. اوجدنا زاويتين في المثلث اللي هو أ ب ج، عاوزين نجيب التالتة بكل سهولة، بنطرحهم من 180، نجمع الأول الاتنين دول وبعد كده نطرحهم من 180، يجينا على طول الزاوية اللي هو عاوزها. ده البرهان زي ما قلنا هنكتب المعطيات اللي هو مديهالي كلها. المطلوب هنقول المطلوب اللي هو قايله قياس زاوية أ ب ج، اوجد قياس زاوية أ ب ج. البرهان هنقول بما أن في توازي وأ ب قاطع لهم، أ ب ده قاطع لهم، في ب د و ج أ متوازيين وأ ب ده قاطع ليهم، يبقى إذا قياس ب أ ج بتساوي قياس زاوية د ب أ بتساوي 42 بالتبادل. وطبعا هنقول بما أن قياسات المثلث كله بقى هنعوض عنها، أ و أ ب ج و أ ج ب بتساوي 180 مجموعهم كلهم. عندنا اتنين منهم، واحدة 42 جيم لسه جايبينها، واحدة 63 هو مديهالي في المعطيات، هنطرحهم من 180 هيطلع لنا زاوية أ ب ج. في بند تاني بقى في درس المثلث اللي هو بيتكلم فيه عن الزاوية الخارجة للمثلث. الزاوية الخارجة للمثلث، عندنا مثلث س ص ع، ده مثلث واللام ما هو بيقول لي ما بتنتميش ل ص ع، لا تنتمي ل ص ع للقطعة المستقيمة، تنتمي للشعاع ص ع، انما لا تنتمي لصاد عين القطعه المستقيمه. وعين لام اتحاد عين سين، عين لام اتحاد عين سين بيعملوا زاويه سين عين لام، سين عين لام بيعملوا زاويه سين عين لام. بنسمي الزاويه سين عين لام دي بنسميها الزاويه الخارجه للمثلث سين صاد عين، اللي هي عند الراس عين. احنا عاوزين نوجد العلاقة بين سين عين لام، سين عين لام اللي هي الزاوية تلاتة دي، وقياس زاوية سين اللي هي واحد، وقياس زاوية صاد اللي هي اتنين. العلاقة ما بينهم ان هنشوف بالبرهان اللي احنا او هي مش مهمة، بس احنا لازم نعرف العلاقة، بس هنعرف ازاي جت العلاقة. يعني العلاقة ان قياس زاوية سين زائد صاد زائد سين عين صاد، سين عين صاد زاوية واحد مثلا
زائد 2 زائد 4، 1 زائد 2 زائد 4 زي ما هو قايل لي، دول زوايا مثلث بيساوي 180. تمام. وبعدين قياس زاوية س ع ل، س ع ل اللي هي 3، وقياس س ع ص، س ع ص اللي هي القطعة المستقيمة 4 برضك، بيساوي 180. طيب هنا عندنا 180 و180 في الاثنين. هنلاحظ ان س ع ص موجودة في الاثنين اللي هي 4. طيب من 1 و2 و4 لو احنا سويناهم الاثنين دول بيساوي بعض، ان هنلاقي ان س ع ص هتروح مع س ع ص الناحية التانية، سواء دي هتروح الناحية التانية، فبالتالي هتروح، هيتبقى من المعادلة دي ان قياس س ع ل، س ع ل اللي هي 3 اللي هي الخارجة، الزاوية الخارجة دي بتساوي قياس س زائد قياس ص اللي هما الاثنين الداخلتين في المثلث اللي هي 1 و2. هينتج لنا العلاقة دي، دي بقى العلاقة دي هتبقى علاقة احنا عارفينها ومهمة جدا بالنسبة لنا، ان مجموع قياس الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين اللي هي طبعا مش اللي جنبها، مش 4، قياس اي زاوية خارجة للمثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا ايه، ما عدا الزاوية المجاورة لها اللي هي مش جنبها، اللي هي مش جارتها. تمام كده. ننتقل الى بيقول لي يعني لو كان، يعني بصفة عامة لو كانت زاوية 3 زاوية خارجة في كل من الاشكال الاتية بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا الايه اللي جنبها. يعني شايفين الشكل ده، الزاوية 3 هنا بتساوي مجموع الزاويتين 1 و2 اللي هما مش مجاورين ليها، دي المجاورة ليها دي ما بتساويهمش، يعني زاوية 1 زائد 2 بتساوي قياس زاوية ايه 3. و وقياس زاوية 3 بتكون اكبر من قياس زاوية 1. وبرضك في الشكل ده الزاوية الخارجة هنا اللي هي 3 بتساوي مجموع 1 زائد 2 اللي هما مش مجاورين ليها، وبرضك يعني قياس زاوية 3 اكبر من قياس زاوية 2. وقياس زاوية 3 بتساوي قياس زاوية 1 زائد قياس زاوية 2، يعني قياس زاوية 3 برضك اكبر من زاوية 1، ادام هي بتساوي مجموع زاوية معاها يبقى اكيد ايه اكبر منها. في ملحوظة، قياس الزاوية الخارجة للمثلث اكبر من قياس اي زاوية داخل المثلث عدا قياس الزاوية المجاورة لها، يعني قياس زاوية 3 في الاشكال اللي احنا شفناها لسه دلوقتي هي اكبر من قياس اي زاوية داخلها، بس طبعا ما عدا المجاورة لها، لان المجاورة لها يعني عامة بتكون منفرجة او ممكن تكون اكبر منها، يعني ما عدا المجاورة لها ما بنتكلمش على المجاورة لها لانها ممكن تكون اكبر منها، وعادة بتكون منفرجة عادة، بس هي بتبقى اكبر من الاثنين اللي هم قصادها اللي هم معاها في المعادلة، ان هم بيساووها مجموعهم بيساويها، وبالتالي هي طبعا اي حاجة بتساوي مجموع حاجة مجموع عليها، وبالتالي الزاوية الخارجة بتبقى اكبر من اي زاويتين مجموعين، يعني الزاوية 3 اكبر من 1 او اكبر من 2، هي اكبر من الاثنين دول كل واحدة لوحدها، انما هي بتساوي مجموعهم. مثال، اوجد قيمة س في كل مما يأتي. عاوز قيمة س، خلاص عرفنا دي زاوية خارجة، مديني 80 و50 البعيد عنها اللي هي مش قريبة منها، فبالتالي س بتساوي ايه مجموع 80 زائد 50 على طول، والس بتساوي المجاورة ليها دي، خلاص يبقى هي مجموع دي قلنا الشكل ده على طول بيدينا 90 درجة، وبنقول عليه زاوية قائمة، يبقى 90 زائد 50 هي بتساوي الس. ده مثلث متساوي الأضلاع، احنا قلنا مثلث متساوي الأضلاع بيكون برضك متساوي الزوايا، والمثلث متساوي الزوايا هو عبارة عن 180 على 3 بتساوي 60 على طول، يبقى هنا الزوايا دي 60 دي 60 ودي 60، هو عاوز س نجمع س 60 زائد 60 هيدينا 120،
الزاوية س بقى هنا، هنا بقى ما جابليش زاوية خارجة، هنا عاوز زاوية داخلة، مديني واحدة خارجة وواحدة داخلة كمان بعيد عنها، وهي برضك داخلة بس بعيد عنها. يبقى احنا هنطرح 130 ناقص 90 عشان نجيب زاوية س. في المثال اللي هو بيقول لي حاول ان تحل، مديني زاوية ألف ب70، زاوية ألف ب د، ألف ب د اللي بره دي مديهالي ب140، عاوز يوجد بالبرهان قياس زاوية ألف ج ب، ألف ج ب. أدام قال لي اوجد بالبرهان، خلي بالكو لازم تكتبوا المعطيات وبعد كده المطلوب، وبعد المطلوب تكتبوا البرهان، ماشي؟ يعني تكتبوا بنفس الطريقة دي، أدام بالبرهان يعني يوجد مع البرهان. هنقول مثلا كل المعطيات إن أ بتساوي 70 وقياس زاوية أ ب د بتساوي 140. أي حاجة موجودة معلومات عندكم موجودة في السؤال تبقى دي المعطيات. المطلوب أوجد قياس زاوية أ ج ب، أ ج ب. طيب البرهان بقى، البرهان هنقول بما أن قياس زاوية أ ب د بتساوي قياس أ وهي زاوية خارجة عن المثلث أ ب ج، وهي بتساوي مجموع قياس زاوية أ زائد قياس أ ج ب إلا أو ج. يستحسن إنك تكتبوها أ ج ب مثلا. بعد كده بقى إيه هنقول إن هو مديني زاوية إيه، هو كده مديني زاوية خارجة، فده مديني زاوية خارجة، هنطرح الواحدة من الداخلة عشان نجيب التانية. خلاص كده يبقى احنا ايه جبنا الزاوية بالبرهان، ماشي. في ملاحظة بيقول لي لو كان اذا ساوى قياس زاوية في مثلث مجموع قياسي الزاويتين الاخرين كان المثلث قائم الزاوية. اذا ساوى قياس زاوية في مثلث مجموع قياسي الزاويتين الاخرتين كان المثلث قائم الزاوية. يعني في المثلث ألف ب ج ده لو كان زاوية قياس زاوية ب بتساوي مجموع الاتنين دول، دي بتساوي مجموعهم، يبقى ب عندنا هنا قائمة الزاوية لأنها يعني بتساوي مجموعهم. يعني قياس ألف قياس زاوية ب بتساوي 180 يعني هنا هنعوض طبعا عن ب. يعني هو هنا هو أصلا مجموع الزوايا الثلاثة دول بتساوي 180، فهو بيقول لي إن مجموع الزوايا دول خلي بالكم بتساوي 180. طب ماشي، وبيقول لي ان قياس زاوية ب بتساوي مجموع التانيين، مجموع التانيين يعني قياس ألف زائد ج بتساوي قياس ب. يعني لو احنا جبنا مجموع يبقى مجموع التانيين يعني قياس ألف زائد ب زائد ج نطرحهم من 180 يدينا الب. طب من المعادلة دي هنقول ان 2 ألف 2 ب بتساوي 180، يعني قياس الب بتساوي 90، لان هما مجموعهم اصلا 180 درجة. مثال 5، مثال 5 بيقول لي ألف ب ج مثلث فيه د تنتمي لألف ج، فيه د تنتمي لألف ج، د تنتمي لألف ج. بصوا أنا بس بتكلم في الملاحظة دي اللي احنا شفناها دي، قياس لأن أصلا قياس ايه، هو بيقول لي مجموع قياس الزاويتين الاخرانيتين يعني قياس اي زاويه في مثلث بتساوي مجموع الزاويتين الاخرين كان المثلث قائم، لان اصلا في المثلث زي ما احنا عارفين قياس ا زائد ب
زائد جيم بتساوي 180. هو بقى بيديني ايه؟ ان الف وجيم دي بتساوي 180، ماشي. فهنقول ايه؟ هنقول قياس ب بتساوي قياس 180 ناقص الف زائد جيم. طب الف زائد جيم ده بتساوي ب، هيبقى عندنا المنظر ده. فمن الكلام ده هيدينا ان الب بتساوي ايه؟ 2 ب بتساوي 180، يعني الب الواحده بتساوي 90. نرجع للمثال بتاعنا دوت. ألف ب ج مثلث في زاوية د تنتمي لألف ج، قصدي د تنتمي لألف ج. طيب وقياس ألف ب د، ألف ب د دي بتساوي 1. ألف ب د، ألف ب د بتساوي ألف، قياس زاوية ألف ب د بتساوي ألف، يعني الزاويتين دول بيساوي بعض، ليه؟ واحد وواحد، يعتبر واحد وواحد. وزاوية بردك دال ب ج، دال ب ج هتساوي زاوية ج اللي هي 2 هتساوي 2. عاوز يثبت بقى ان ا ب ج دي زاوية قايمة، يثبت ان ا ب ج دي زاوية قايمة. المعطيات ان ا بتساوي، ان واحد بتساوي ا و2 بتساوي ج. عاوز يثبت ان ا ب ج دي زاوية قايمة. البرهان بقى هنقول ايه؟ بما ان واحد بتساوي الف، ماشي، واتنين بتساوي جيم، تمام. هنجمع بقى المعادلتين دول مع بعض، ان واحد زائد اتنين بتساوي الف زائد جيم. طيب احنا لسه قايلين ان ايه؟ ان الزاويه تساوي قياس زاويه في مثلث مجموع قياس الزاويتين الاخرين كان مثلث قائم. طب ما واحد اتنين دول يعتبر زاويه واحده اللي هي ب، بتساوي ألف زائد جيم. يبقى إذا قياس ألف ب جيم بتساوي ألف زائد جيم. وبما أن زي ما قلنا هو مجموع، أهو ده توضيح الملاحظة، مجموع الزوايا كلها بتاعة المثلث ده بتساوي 180. طب ماشي، وبعدين ألف ب جيم زائد ألف ب جيم بتساوي 180. ما احنا ألف هنا، ألف ب ج بتساوي ألف زائد ج، نعوض عنها هنلاقي إن ألف زائد ب ج وألف زائد ب ج الاتنين دول اهو زي بعض، يبقى إذا بتساوي 180. يبقى احنا عندنا اتنين ألف ب ج بتساوي 180، يعني ألف ب ج الواحدة بتساوي 90. دي تشرح الملاحظة اللي فاتت. في ملاحظات بقى هامة عندنا في المثلث ألف ب ج و س ص ع، ألف ب ج و س ص ع، لو كان زائد ألف بتساوي س و ب بتساوي ص، يبقى إذا هنستنتج على طول إن إيه؟ إن التالتة بتساوي إيه؟ التالتة، الأولانية بتساوي الأولانية والتانية بتساوي التانية، يبقى على طول التالتة بتساوي التالتة. بس هنشوف بقى إيه؟ إن ألف زائد ب بتساوي س زائد ص، ألف زائد ب بتساوي س زائد ص. في الأولانية هنقول بما أن قياس زاوية ج بتساوي 180 زائد مجموع الزاويتين تانيتين، وبردك عين بتساوي 180 زائد مجموع الزاويتين التانيين س وص، يبقى إذا قياس زاوية إيه؟ نفس المعادلة، الاتنين زي بعض، يبقى التالتة على طول متساوية، يعني الجيم بتساوي العين. يعني نستنتج بقى الاستنتاج ان احنا اذا ساوت زاويتين في مثلث ما زاويتين من مثلث اخر في القياس، فان قياس الزاوية التالتة على طول من المثلث الاول بتساوي قياس الزاوية التالتة من المثلث الايه؟ الاخر. زاوية عين في المثلث س ص ع ممكن تكون عندنا زي ما قلنا حادة، ممكن تكون قائمة، ممكن تكون منفرجة، على حسب المثلث اللي عندنا. يعني قياس زاوية أو س زائد ص عندنا هنا في الحادة العين هتبقى أقل من 90 لو هو المثلث حاد الزاوية. لو حاد الزاوية بقى عين على طول هتبقى حادة. طيب لو هو قائم الزاوية يبقى عين هتكون قائمة، لو هو منفرج الزاوية يبقى عين هتكون ايه؟ منفرج. حاجات كلها سهلة وبسيطة.
يعني لو كان نستنتج، لو كان مجموع قياسي زاويتين في المثلث أكبر من 90، يعني الزاوية بتكون حادة. لو الزاويتين في المثلث مجموعهم بتساوي أكبر من 90، الزاوية الثالثة بتكون حادة. لو كان مجموع الزاويتين في المثلث بتساوي 90، يبقى الزاوية الثالثة بتكون قائمة. لو مجموع قياس الزاويتين في المثلث أقل من 90، يبقى الزاوية الثالثة بتكون منفرجة. خدوا بالكم ان لازم في المثلث من الكلام ده، اللي يعرف ان في المثلث زاويتين حادتين على الأقل هيعرف الثلاث خطوات دي او الثلاث ملاحظات بكل سهولة. هنا الزاويتين في المثلث اكبر من 90، الزاويتين يبقى لازم على الأقل تكون 2 حادة، يبقى في ناقص ايه؟ يبقى هتكون حادة، التالتة هتكون اكيد حادة. لو كان الزاويتين قياس بالزاوية تساوي 90، يبقى على طول ده المثلث القائم ده الزاوية التالتة، دول الاتنين دول بتساوي 90، مجموعهم بتساوي 90، يبقى قائم على طول، او الزاوية التالتة قائمة. لو كان مجموع الزاويتين في المثلث اقل من 90، يبقى احنا عندنا زاويتين حادتين، يبقى فاضل زاوية تانية التالتة هتكون ايه؟ لازم منفرجة. يبقى الزاوية الثالثة لازم تكون منفرجة. مثال على الكلام ده دوت، أ ب ج مثلث فيه قياس زاوية أ بتساوي 2 قياس ج. أ ب ج مثلث قياس زاوية أ بتساوي قياس 2 جيم، قياس ب بتساوي 6 جيم. عاوز يثبت ان ب دي منفرجة. ألف ب ج مثلث فيه قياس زاوية ألف بتساوي 2 قياس زاوية ج. زاوية ألف دي بتساوي 2 قياس زاوية ج، يعني 2 قياس، يعني لو قياس زاوية ألف لو هي يعني الألف ضعف جيم، فبالتالي لو الجيم دي سين فالألف بتساوي 2 سين زي ما هو راسم. وقياس زاوية ب بتساوي 6 جيم. طب احنا عندنا جيم دي مسمينها سين، فبالتالي هي بتساوي 6 أضعاف سين. وبالتالي هنا هو معوض عن يعني هو معتبر ان الجيم دي بتساوي زاويتها بتساوي سين، فهو عامل العلاقات النسب بتاعة الألف اللي هي بتساوي ضعف الجيم أو ضعف السين فبتساوي 2 سين، والبه برضك كذلك بتساوي 6 أضعاف الجيم أو السين فبتساوي 6 سين. عاوز يثبت إن زاوية به دي منفرجة. طبعا هنكتب المعطيات والمطلوب. البرهان هو فرض ان هنا جيم بتساوي سين والالف بتساوي 2 سين والب بتساوي 6 سين، يبقى اذا مجموع التلاتة دول بتساوي 180 درجة، او مجموع الالف زائد الجيم، الالف زائد الجيم بتساوي اللي هي التانيين الزوايا التانية 2 سين زائد السين، ومن المعادلة دي هتساوي 3 سين. وبيقول لي بما أن قياس زاوية ب بتساوي 6 سين، يعني ال ب عندنا أكبر من مجموع الزاويتين التانيين لأنها بتساوي 6 سين ودي 3 سين، يبقى إذن وبما أن مجموع الألف زائد الجيم بتساوي 180 ناقص ب، والب عندنا، يبقى إذن قياس زاوية ب أكبر من 180 ناقص سين، لأن الاتنين دول أقل، مجموع الاتنين أقل من ال ب. هي أكبر من 180 ناقص ب، لأن هنا ال A قلنا إن ال ب أكبر من أ زائد ج، وبالتالي هنا ال ب أكبر من 180 ناقص قياس ب،
يبقى إذا قياس 2 قياس ب أكبر من 180، يا إذا قياس ب أكبر من 90، يبقى إذا زاوية ب منفردة. حل بقى تاني، وهو ده اللي أنا أحبه قوي 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 كمان من غير تعقيدات ولخبطة. إذا هنا أنا اتلخبطت في الكلام. هنا بقى مدين، نفرض إن الجيم بتساوي سين، حاجة مجهولة، ونجيب الأضعاف بتاعت السين اللي هو مديها لي، الألف بتساوي ضعف السين، والب بتساوي 6 أضعاف السين. حلو، مجموع بقى التلاتة هنا عندنا، هنا 2 سين زائد 6 سين زائد سين بتساوي 180. هنجمع بقى السينات مع بعض كده يدينا 9 سين بتساوي 180، يبقى السين على طول بتساوي 20. يبقى قياس زاوية الب بتساوي 6 سين، يعني 6 في 20 يعني 120. يبقى دي زاوية ايه؟ منفرجة. اي زاوية منفرجة اكبر، الزاوية المنفرجة اللي هي اكبر من 90 درجة. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا زاوية ايه؟ ب منفرجة. وانا ارجح الحل ده جدا 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 عن الحل الاولاني. المثال رقم 7 بيقول لي حدد نوع المثلث وفقا لقياس زواياه، حيث قياس زواياه هي 3 سين و2 سين و4 سين. هو عاوز يحدد نوع المثلث زي ما قلنا، بما ان مجموع، ناخد مجموع، المجموعهم هنا بتساوي 180. يبقى اذا السين الواحده بتساوي عندنا 20. قياس الزاويه الاولى 3 في سين يعني 60، الزاويه الثانيه 3 في سين يعني 40، قياس الزاويه الثالثه 4 في سين يعني 80. يبقى اذا المثلث كلهم ايه؟ اقل من 90 درجه. يبقى اذا المثلث ده ايه؟ حاد الزاويه. يبقى اذا المثلث ده حاد الزاويه. كده بقى، شكرا، سلام عليكم. ننتقل بقى ان شاء الله لجزء بقى مهم في المثلث، او نتائج ونظريات كده خفيفه، ويعتبر كده المثلث ومراجعته خلصت كده على خير ان شاء الله. نحل مسائل ان امكن ربنا يسهل. شكرا، سلام عليكم، وربنا يوفقنا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.